نستهل كتابا جديدا في الفقه هو كتاب النفقات. كتاب النفقات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: النفقات. والنفقات جمع نفقة من الإنفاق، وهو الإخراج للكفاية. وأسباب النفقة، أسباب وجوب النفقات ثلاثة: النكاح والكراء. عليكم السلام وبركاته. النكاح والقرابة وملك اليمين. فيلزم الولي أو الزوج النفقة على زوجه، والقرابة يلزمه النفقة على أولاده، يلزم النفقة على والديه إن لم يكتفيا، يلزم النفقة على زوجه أدناك ثم أدناك ثم أدناك. وملك اليمين أيضا تلزم نفقته. كان الله في عونك، أسأل الله أن يحفظك حفظا تاما غير منقوص، ويحفظ أهل الشام جميعا. نعم. قال: والأصل في الباب في لزوم النفقات قول الله جل في علاه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي قول الله جل في علاه: الرجال قوامون على النساء. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة على الزوج قال: أن تطعمها من حيث طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين أمين، حفظكم ربي وشكر لك. قال: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. ثم قال: أدناك ثم أدناك، أدناك ثم أدناك، على أساس الأولوية في النفقة الواجبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: على موسر. على موسر، الموسر هو الذي وسع الله عليه فوق كفايته. قال: على موسر لزوجته كل يوم مدة طعام، يعني مدان. على موسر لزوجته كل يوم مدة طعام. هذا الذي ملك يسارا. قال: ومعسر مدة، ومتوسط مد ونصف، لأنه العدل. طبعاً أنا يعني هم يحتجون بقول الله جل في علاه: لينفق ذو ساعة من ساعته، وكأن هذا التقدير هو تقدير العرف في هذا الباب. إن كان من يملك الساعة فالعرف يأمر بذلك. نعم. قال: على موسر لزوجته كل يوم مدة طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف. قال الله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قال: والمد 173 درهما وثلث درهم، وكل هذا في العرف عندهم، وهذا تفريع منه على أن رطل البغداد 130. والنووي خالف بذلك. قال: قلت الأصح، قال: قلت الأصح 71 درهما وثلاثة أسباع درهم. قال: ومسكين، ومسكين الزكاة معسر، ومن فوقه. قال: ومسكين الزكاة معسر، ومن فوقه، يعني عنده بعض ما لا يكفي، إن كان لو كلف مدين راجع مسكينا، فمتوسط، يعني هو فوق المسكين، لو كلفناه بالنفقة مدين سيرجع مسكينا ويمد يده للزكاة. قال: فمتوسط، وإلا فموسر.
وهذا أيضا جهة للضبط، هذا كله جهة للضبط. نعم. قال والواجب غالب قوت البلد أي من الحنطة وغيرها، اعتبارا بالفطرة والكفارة. قال المصنف قلت فإن اختلف أي قوت البلد لم يكن غالب وجب لائق به، وجب لائق به يعني لائق به بحاله، إن كان إيسارا فوجب أن ينفق على التيسير لائقا به. نعم. ويعتبر، قال المصنف ويعتبر اليسار وغيره، أي يعتبر اليسار ويعتبر التوسط ويعتبر الإعسار. واعتبار ذلك أصله من الفجر، من طلوع الفجر، لأنه أصل النفقة. وقت الوجوب، وجوب النفقة من الصباح، من طلوع الفجر. والعبد ليس عليه نفقة إلا نفقة المعسر، لأنه كل ما يملكه ليس ملكا له بل هو لسيده. وكذا المكاتب، لأن المكاتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد ما بقي عليه درهم. وكذلك المبعض. قال وعليه تمليكها حبا أي لا خبزا ودقيقا، يعطيها الحب ملكا أي لا خبزا ودقيقا قياسا على الكفارة. قال الإمام القمولي رحمه الله تعالى وحكى بعض مشايخ العصر عن كتاب ابن كج أنه يجوز للقاضي أن يفرض للمرأة دراهم بقيمة الخبز والأدم وتوابعهما، هو غريم حسن. وفي فتوى القاضي ما يشعر به بأنه ينتقل من الخبز والطعام أو الحنطة إلى المال، أيضا طحنه وخبزه في الأصح. والمعنى تكاليف الطحن والخبز عليه، فيبذل المال من أجل ذلك، فيكون عليه طبخ اللحم وعليه طبخ ما يكون مع اللحم. وقيل لا يلزم كالكفارة. والثالث إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم فلا، وإلا فنعم. والصحيح الأول، وأنه عليه طحنه وخبزه في الأصح. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع، لو طلب بدل الحب لم يجبر الممتنع. لأنه الأصل الذي عليه، لأنه الأصل الذي عليه، ولأن بدل الحب بخلاف الواجب فما صار ملزما. فإن اعتاضت تعوضت يعني عن الطعام والشراب، فإن اعتاضت أي دراهم ودنانير وثيابا جاز في الأصح، يعلم نفقتها وجاء في الليل فأعطاها مكان ذلك أو محل ذلك الذهب من الدراهم والدنانير أو الثياب جاز في الأصح. ومقابل الأصح لا كفارة لا كطعام الكفارة، يعني لا يجزئ كطعام الكفارة، والأول أصح. قال إلا خبزا أو دقيقا على المذهب، إلا خبزا أو دقيقا على المذهب، وهذا حذرا من أن يقعوا في الربا. وقطع البغوي أيضا بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه، وقد فعله وصححه صاحب العين. ومحل الخلاف إذا اعتاضت عن النفقة الماضية دون المستقبلة، وأما إذا اعتاضت من الزوج فأما غيره فلا قطع، فلا قطع. التعويض لا يكون إلا من الزوج، وهي ملزمة منه أصالة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقته. إذن يقول المصنف ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح، وهذا لجران ذلك عرفا بين الناس، واكتفاء الزوجات بالطعام والشراب، وهذا حق. يعني الآن بيوتات بأن الزوج إذا أتى بالطعام والشراب خلاص تكتفي المرأة بذلك وتأكل معه
ولا تطالبه بالنفقة. وقيل كما قال في الأصح مقابل الأصح لا في مقابل الأصح لا كطعام الكفارة إلا خبزا أو دقيقا على المذهب. طبعا حذاري من الربا. وقطع الإمام البغوي بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه. وقد فعله صححه صاحب المعين. وأصل الخلاف في الاعتياض أنها اعتادت النفقة الماضية دون المستقبلة. وهذا ليس بوجود الزوج. نعم. لأن مشكلة الزوج ما حلت إلى الآن. ما زال في صدره شيء مما رأى ومما علم ومما سمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها يعني في الأكل معه إذن عليها النفقة. انظروا هو كيف الفقهاء يتصورون بأن لها النفقة، إذن لها قدر معين من النفقة هذه على مسألة اليسار، ويبقى أنه الاعتياض عنها في أنها تأكل تشرب تلبس، فهذا اعتياض عما لها من حق، لكن حقها لابد أن تأخذه ناض من الدراهم أو تأخذه على ما اتفقوا، توفيقا بأن نفقتها باقية قطعا. طبعا قبض، وقال إلا أن تكون غير رشيدة، فقبض الصغيرة غير معتد به. قال: ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، ولأن هذا من باب الإحسان للغير ومن باب المعاشرة بالمعروف. قال: يجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، وهذا من باب كما قلنا الإرفاق والمعاشرة بالمعروف، قول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ويختلف بالفصول، يعني الفصل الذي تغلب فيه الفواكه يتغلب فيه الفواكه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفصل الذي فيه الفواكه تغلب فيه الفواكه. الفصل الذي فيه الحنطة تغلب فيه الحنطة. فالمسألة حسب المتيسر الموجود. قال: ويقدره قاض باجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره. وقع في كلام الشافعي تقديره بمكيالة سمن أو زيت، وهو تقريب. سبحان الله. قال: واجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، ويختلف بالفصول، يعني يغلب ثمرة الفصل الذي هو فيه. قال: ويقدره قاض باجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره. قال: ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد، لأنه من جنس ما يؤتدم به، فهو عليه أن يأتي باللحم إن كان الاتفاق على شدة الزحام عليه، أو هو ضيق النفقة معه لا يستطيع، واستطيع أن يقتني يعني في بيته وأن يجعل المرأة في بيته، فإنه يأتيها بما يليق بيساره، وإن لم يستطع جعلها على الإعصار فأتاها بما فيه من الإعصار. ولذلك قال: ولحم يليق بيساره وإعصاره كعادة البلد، لأنه من جنس ما يتأدم به. ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأذن، يعني إذا كانت تأكل خبز وحده وجب التطلع لما يكون معه من إدام. قال: فصل وكسوة تكفيها. يبقى أنا أخذ الكلام على الطعام ومجمله هو بعد وجوب الطعام على الإنسان. قال: أطعمها من حيث طعمت وأسقيها من حيث سقيت. فوجود الإنسان يعني وجود الإنسان في مسألة الزواج
عليه الإطعام وعليه الكسوة، عليه الإطعام والشراب وعليه الكسوة. والإطعام والشراب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمن ارتدى الجوارب في رجله أن يمسح في اليوم والليلة إن كان مسافرا بها أن يطعمها طبعا ويطعمها كفاية، وإن كان مسافرا بها يترخص بالرخص وأيضا ينفق عليها نفقة المسافر، وإن كان حضرا وأطعمها من حيث الطعم وكانت الكفاية فالكسوة تنزل منزلة الطعام كلها على قول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وقد قال الله جل في علاه وكسوتهن بالمعروف كما في سورة البقرة قال وكسوتهن بالمعروف، عليكم السلام وبركاته. لذلك قال المصنف وكسوة تكفيها، وهذه الكسوة على قدر الكفاية باليسار أو الإعصار. ثم عدد بعدما أجمل عدد الكسوة، وهذا طبعا لا يصلح تطبيقه في عصرنا هذا، لكن أنا نبينه ثم ننزل منزلة ما نحن فيه. فهو يقول فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب، مكعب هو الذي في الرجل، وذلك قال مداس الرجل، ويزيد في الشتاء جبة أي محشوة بالقطن لاحتياجها للتدفئة، فإن احتاجت إلى جبتين وجب أن يأتي بها حاجتها ولا بد أن يسدها، وهذا واجب عليه لا سيما كان عنده بعض الإعصار. وللناس مراتب ثلاثة: إعصار يسار متوسط. قال وجنسها جنس الجبة التي يشتريها من قطن، جنسها قطن هنا لباس أهل الدين، لأنه لباس أهل الدين، وما زاد عليه من حرير أو غيره فهو رعونة. قال فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا سيما أن العرف لا يخالف الشرع، وهذا من باب عاشرهن بالمعروف، ومن باب الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء. قال فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح، طبعا كما قلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير. طبعا الآن الأساسات التي تأتي، والحق بأن كل ما في البيت من أساس من فرش وجب عليه لا عليها، هذا من باب التفضل والإحسان، أن الرجل أبوها أن أباها يعينك على ذلك ويشتري لك بعض الأشياء، احمل هذا جميل، لم يجب بل يجب عليك أنت كل شيء. قال ألا يطعن فرشكم ما من تكرهون. الشاهد أنه أمرها ألا يطأ فراشه غيره. قال المصنف ويجب ما تقعد عليه، ما تقعد عليه احنا قلنا ما تقعد عليك الأساسات، يعني يجب ما تقعد عليه من كرسي من الفوتيه أو من الصالون كما يقولون الأساسات، فيجب عليه أن يجهز ذلك له. والزلية هي التنفصة كما قلنا، السجاد وما يجلس عليه، وكذا فراش النوم في الأصح عليه وجوبا أن يأتي لها بفراش النوم، وهو فراش واحد أم فراشين؟ البعض يرى أنه يأتي بثلاث له ولها وأيضا للولد. وقوله في الأصح مقابل ذلك لا وتنام على ما فرشه نهار، ومخدة ولحاف، لحاف الكساء كالخميصة والخميلة، لما قالت أم سلمة فكنت عند رسول الله فحدت فانسللت فاغسلت يعني أتيت بثوب حيضتي، فقال ما لك أنفست؟ قالت نعم. قال تعالى فضمني إليه تحت الغطاء يعني. قال وكذا فراشه للنوم في الأصح ومخدة ولحاف في الشتاء لأنه بارد والبرد قارس، بل لو قالت أكثر لابد أن تأتيني بأكثر من لحاف لها ذلك.
قال فصل وآلة التنظيف، نقف عندها هنا. فيكون بداية النفقات هو النفقة على الزوجة الواجبة، والنفقة على حاله على اليسار أو على الإعصار. وكلما اختلف في شيء فينظر فيه، إن كان له المعنى في الشرع يقدم أو العرف، وإن لم يكن فنقول باللغة، لكن ابتداء لا تكون اللغة، ابتداء لا تكون اللغة. نعم. وهذا من باب النفقات بفضل الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.